الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرادي فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، فاوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي يلا. اهلا بكم من جديد ومساء الخير، وحلقه جديده من ستارز اوف فانتسي. برحب بالعالمي والثعلب ميدو، الف مبروك. الله يبارك فيك. برنامج ان شاء الله باذن الله يكسر الدنيا ان شاء الله، وتبقى يعني السلام. الحلقه دي تكون اتذاعت، هيكون البرنامج نزل. ما انت هتذاع ثلاث ايام في الاسبوع. انت فاهم انك شغال حلقه واحده؟ انا مظبط على حلقه واحده. انت شغال على قديمه، انا رايح حلقه وماشي. ان شاء الله باذن الله تكون بدايه كويسه. ان شاء الله سيدي ان شاء الله. دخلت خلاص مجال الاعلام؟ يعني هجرب. منافسه صعبه مع النجوم طبعا. يعني اللي الناس ممكن يكونوا ناسينه ان انا اول لعيب في العالم عملت برنامج وانا بلعب. مش فاكرينه خالص. لا لا، اول لعيب في العالم انا عملت وانا بلعب. بيت بيتك عملت. لا. انت لسه عندك 15 سنه، اكيد ما عملتش. اكيد ما كنتش لسه عملت معانا على الحياه وانت في انجلترا. أقول لا يا عمي، انا عملت وانا في بيت بيتك بلعب. الكلام ده سنة 2004. طيب فعلا 2004 انت عندك كام سنه؟ انا سنه 2005 عمل برنامج برنامج ميدو اتلندن في الاي ار تي في توتنهام، برنامج اسبوعي. يبقى انا قبليك. يبقى انا قبليك برضه. ماشي، اول وتاني. انا تاني، بس انت اكبر مني ب 15 سنه. عمره ما بيسيبك تفرح. لا يعني لا. كنت داخل دخله انا بديله فاكس. يعني انت عملت هايله. يعني عمره ما بيسيبك. انا بديله فاكس. 2004 ده انت كان عندك 39. 70 دي عندي 80 سنه. انت فعلا اول تعلم اول واحد اشتغلت في المجال. ايوه، عمل بيت بيت. عملت بيتك وانا بلعب كوره. لا والله. كنت بتقدم؟ بقدم حلقه او حلقتين في الاسبوع. كانت تجربه برضه. بس حلوه، كانت لذيذه. انا عملت برضه بيت بيتك ساعتها، كان هو اقوى برنامج في مصر. ده كان ايه؟ كان بركه شقر رياضيه. كان اسمه ايه ده؟ اشهر. بسم الله. كان مين؟ كان اول كان لا محمود سعد. كان ساعتها تامر. لا تامر امين. كان تامر امين. بس انا مش بعمل كل، انا في فقره كانت الرياضه كنت انا اللي بعملها، كان يومين في الاسبوع. كان كانت حاجه جديده بالنسبه لي وكانت حلوه. يعني قعدت فيها بتاع سنه مثلا ولا حاجه. بس حلوه. من زمان حابب الاعلام يا تعب. يعني حابب كان في كوره. انا بشوف دايما، انا ما بصنفش اعلامي، او انا بشوف اللي بيلعب كوره احنا مش اعلاميين، احنا ناس بتاع كوره بنتكلم في اللي يخصنا. الاعلامي هو اللي يعني درس وبيتكلم في شتى المجالات يعني، لكن احنا ناس نتكلم في كوره. يعني انا عمري مش كنت اتكلم في السياسه ولا في الاقتصاد، مش شغلتي، لكن انا راجل بتاع كوره، لعبت كوره وبطلع في التلفزيون بتكلم في الكوره. طب ميدو هنصنفه كاعلامي ولا ميدو بيتكلم في شتى المجالات ان شاء الله؟ لا ليه؟ لا بس البرنامج مش هتكلم فيه، مش هتكلم فيه. هتكلم في الطبيخ. انا بعمل طبيخ برضه. ايوه بطاطس وزبده. انت هتتكلم في البرنامج في الطبيخ؟ والله مش شايف الكابتن زبده. الكابتن زبده. متفائل؟ خطوه كويسه. ان شاء الله ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه. ومعايا تيم ناس كويسه جدا، كرييتيف، ناس بتعمل افكار جديده ونشتغل. تجربه، بس التجربه محتاجه صبر ووقت. يعني مش محتاجه ان انت تزهق، محتاجه استمراريه. دايما الاعلام ودايما البرامج مهما تسمع محتاج وقت، محتاج. عارف يا سيف، انا طول عمري بحب الميديا، بحب الشغل بتاع الميديا. حتى وانا بدرب بحب الميديا، وانا بلعب بحب الميديا. حتى دلوقتي لما جيت اشتغل الشغلانه ودخلت جوه المطبخ وبقى في التفاصيل الصغيره وبتاع، في حاجات لما بتخش جواها بتبقى متضايق. لا مبسوط، مبسوط بالشغلانه، وحاسس كان ابنك بتطلعه. هتاخد فتره في الاعلام؟ لان خلي بالك ان الفكره نفسها كلها من اولها بتاعتي، بكل الخطوات، بكل الفقرات، بكل الحاجات، بكل حاجه بتاعتي. فحاسس ان كان حاجه بعملها انا. لما حتى لما بتعمل اي حاجه انت اللي عاملها من اولها من سكراتش، صح، بيبقى فرق كبير. هتاخد فتره بقى يعني. هتريح فتره تدريب وهتركز في البرنامج. انا الوحيد اللي في العالم اللي ما ينفعش تعرف بعد 3 اسابيع بيعمل. انا متاكد. انا قلت اسالك السؤال ده مجامله على اساس تقول لي هقعد سنه مثلا في مجال الاعلام. على مسال على مجال التهييس يعني. لا لا لا. لكن ما تخيلش انت هترد تقول لي كده. انا بروح، تعرف ان لسه قريب يعني ولادي بيقولوا لمراتي، بيقولوا لها لو سمحتي ما توديش ميدو حته جديده. تمام. بيقولوا لها ما تودوش، ما ينفعش ميدو يروح حته جديده. ليه؟ لان انا من نوع، انا طبيعه شخصيتي ان انا ايه مثلا ايه، رحت سوما باي فعايز اقعد في سوما باي، اتبسطت. رحت المعادي فعايز اشتري بيت في المعادي وانقل المعادي.
رحت الزمالك اتبسطت يومين فعايز اشتري بيت او اجر بيت واقعد في الزمالك. انا كده. فاولادي وصلوا لمرحله ان بيقولوا يعني بيقولوا اللي بيقولوا لامهم ما ما ما, ما تدوش حته جديده. بس عندهم حق كفايه يعني لازم شويه تقف على الكوره. هم يعني هم اتبهدلوا معايا. مفيش ماتش بيمشي تك تك تك. لا ممكن عادي. بص ممكن تلاقيني انا مش يعني في حاجه بتحصل تاني تلاقي حاجه تانيه حصلت. حازم متعود كده برضه عليا الكلام ده. يبقى مع بعض كده هنجي. بس هو ما شاء الله. بس ان شاء الله مين تكسر الدنيا والله. ان شاء الله تعمل حاجه دايما انت تعمل حاجه تعملها مختلفه وان شاء الله تطلع علينا حاجه حلوه. مؤشر كله النهارده على العالم كل المؤشر. ان شاء الله تكون بدايه كويسه وتكسر الدنيا. ان شاء الله تكون بدايه خير ان شاء الله باذن الله. انا كسبت راوند وهو كسب راوند. انت داخل الدخل على طول. ها لا اهو ما انا بقول صح. انت عايزه يخلص يخبط وخلاص. الجلسه الاثنين الجوله 32 الجلسه الجوله 32 ميدو اللي كسبان الجوله 33. معلش يا كابتن ميدو عايز بس قبل ما نتكلم في الحلقه ونستفيد فيها بشكل عام عشان الشورت الكابتن سيف برضه لازم نتقدم في الحلقه بشكل كويس. ايوه بس هو راجع من الساحل يا جماعه. الشورت ده الشورت اللي معانا في الكاد عشان لازم ندي عليه بس هنت برضه. بص قبل ما تبعت تجيب الطبله وتخش معاه في الفرقه ريح يعني دايما ايه برضه بص لقدام. طب انت بتكلمني لا كلام كلام محترم. مين اللي اتكلم؟ ما انا عشان كده بقول لك سين. لا انا بقول لك انا مش بقول لك سين واخد فرصته. لا بس انا شايف عشان هو باين بس في الكادر. فاحنا لازم نقول للناس ان هو الشورت حلو. انت عارف لو كانش باين مش هجيب. فكره الغنى خلصت ولا هنكمل؟ لا لا انا قفلته لك عشان ما يطلعش معاك. بس خلي بالك انت بقى اللي ابتديت. مفيش مشاكل كمل انا معاك كمل. لا هو كسب جوله وانا كسبت جوله وخلاص فاضل الاربع جولات يعني ربنا يسهل والحق اجيبه. يعني هو ماشي كويس. هو لما راح الجونه الفتره اللي فاتت ركز جامد في الفرق وعمل شغل كويس. كورونا ظبطته ظبط. وبعدين خلي بالك احنا برضو ساعه الكورونا ما رجعت النتائج غريبه جدا يا سيف. يعني مان سيتي بيكسب ليفربول 4 في ماتش يدرس يدرس 4 ممكن يوصل 5 6. ايه اللي حصل بقى؟ الفرقه ضربت داون ولا تاهت ولا كل الفرقه بص احتفلت ولا عايز اقول لك حاجه برضو. مش عيب انك تخسر. هو عيب انك تخسر كتير يعني. بس قصدي اي فرقه في العالم معرضه بيجي ليها دي يعني دي معرض اي لعيبه. انت شفت ماتش ليفربول ده محدش شايف. بس ده محدش شايف. يقول لك الفرقه الكبيره ليها مينيمم يعني. لا لا ما هو رجع كسب والتاني اللي كان كسب خسر. بس انا بقول لك اقول لك هو مش مركز. بتجي لك ريال مدريد خسر 5 برشلونه خسر 4 يعني بتحصل لاي اكبر فرقه في العالم لازم يجي لها يوم بيبقى داي اوف. مش شايف لا انت ولا المدرب ولا حد شايف. زوما لو انت طبعا ليها اخطاء تفصيليه اكيد هنتكلم عليها. لكن بقول لك يعني هي مفاجاه بس بتحصل يعني. بس هو هناك بقى التعامل معها ايه؟ مش كارثه والدنيا اخر الدنيا خلاص كمل ولعب وشغل و... بس ده لو كسبت الدوري بعد 30 سنه ولعبت ماتش بعدها بثلاث اربع ايام اكيد يعني مش قادر تقف على رجلك. ده معروف. انا فاكر لما كسبنا الدوري في هولندا كان عندنا نهائي الكاس بعديها بخمس ايام. وكسبنا يعني في الاكسترا تايم وبتاع. بس اللعيبه ما كانتش شايفه يعني كان في احتفالات. فالنهارده هل انت متخيل ان لعيبه ليفربول دول ما احتفلوش؟ ممكن ما احتفلوش بابليك يعني. بس احتفلوا طبعا. الناس بيحلموا بالدوري بقالهم 30 سنه وكسبوا الدوري وعندهم ماتش مع مان سيتي بعديها بثلاث اربع ايام. فاكيد يعني كان في سيلبريشن. حط نفسك مكان كلوب كده تفكر ازاي وانت خسران 4 وابتدت الناس ايه اللي حصل لما في الفرقه؟ يعني عادي يعني مش مؤشر. ايوه بس مستوى يعني انت ترجع تكسب يا اما فرحه الدوري هتبتدي. لا 31 سنه ما خدتش الدوري. وبعدين خلي انا عايز اقول لك حاجه سيف برضه عشان لازم الساده المشاهدين يفهموا النقطه دي كويس قوي. مانشستر سيتي مش هم العدو بتاع ليفربول يعني. عارف لو مان يونايتد هو اللي كسبهم 4 بعديها باربع خمس ايام ساعتها اقول لك ان او ايفرتون دول اللي هم الديربي بتاع ليفربول. ديربي بحكم المكان ايفرتون كمدينه والفرقتين الكبار في انجلترا اللي هم الزمالك والاهلي ليفربول ومان يونايتد هم دول وقبليهم طبعا زمان في الثمانينات والسبعينات كان ليدز. فانما مانشستر سيتي بالنسبه لجمهور ليفربول عايز اقول لك يعني عادي يعني عادي يعني كان من فرقه كان فرقه عادي في وسط الجدول بقى معاها شويه فلوس وكسبتها. كان معايا امبارح صحفي من ليفربول وكان بيقول لي ان علاقه صلاح بكلوب يعني علاقه جيده جدا وان صلاح يرحل يروح اي حته ثانيه حتى لو برشلونه ريال مدريد ده من المستحيلات. والله بص يعني انا بشوف ان صلاح في ليفربول بقى ايكون. ممكن تروح ريال مدريد ممكن تروح برشلونه ممكن تروح اي حته هتبقى كويس. بس اللي اتعمل اللي صلاح عمله مع ليفربول بتاريخ ليفربول ان بعد 30 سنه بتاخد دوري بعد كام 15 سنه ولا 14 سنه بتاخد تشامبيونز ليج. خدت كل الحاجات الحلوه اللي بقى لهم كتير قوي نفسهم فيها
وانت كنت سبب رئيسي معاهم، وبالتالي هتبقى واحد من الليجند زي دالجليش زي زي ايان راش زي الناس العلامات بتاعتهم. انا متهيألي صلاح يعني لو كمل في ليفربول ونهى حياته الرياضيه في ليفربول هيبقى الكارير بتاعه بعد كده في ليفربول، ان كان بقى مدرب ان كان سبورتس دايركتور، يعني خلاص يبقى ناس من الناس الايكونز في ليفربول، ويقدر برضه ميدو اكيد فاهم الدنيا هناك اكتر مني يعني، بس عارف اكبر مثلا، بس انا شايف ان هو لو راح ريال مدريد هيروح. هو انت قلت بس مش هي... مش هيعمل يعني ريال مدريد واخد اخر سنه كام سنه ثلاثه تشامبيونز ليج بياخد الدوري. انت قلت اسم حصل معاه كده ايان راش فعز ما هو في ليفربول كان ليجند ومكسر الدنيا، راح اليوفي موسم فشل سريع ورجع ليفربول تاني يعني فشل يعني وهو كان اوين لما مشي راح ريال مدريد برضه ما حققش النجاح الكبير. ممكن يكون صلاح بيفكر فيما بعد من دلوقتي؟ اكيد لا، صراحه عقليه يعني دماغه شغاله. وممكن يكون بيفكر ان هو هيكمل بره؟ لا ما اعرفش هيعمل ايه برضه. انا عايز اقول حاجه يا ميدو، خلي بالك قبل صلاح ما يروح وقبل الجيل ده مع كلوب، ليفربول ما كانش جاذب للاعيبه الكبار يعني، ولا بيكسب بريمير ليج ولا بيكسب تشامبيونز ليج. فكان هتلاقي مثلا توريس كويس قوي يقول لك انا عايز اخد بطوله راح تشيلسي، سواريز جامد جدا عايز اخد بطوله راح برشلونه، الونسو نفس الكلام. لكن دلوقتي انت بقيت نادي كبير بتكسب بريمير ليج بتكسب تشامبيونز ليج، فبالتالي خلاص بقيت انت عنصر جذب لعيبه كبيره انها تجي لك النادي، فده برده هيفرق في الاستراتيجي بتاعت النادي بعد كده وازاي اللعيبه تيجي يعني. نطلع فاصل ونرجع نشوف بقى ليفربول هيفكر في ايه مع كلوب المرحله الجايه، وعنده تحديات كبيره جدا بعد الفاصل. حاسب يا عم انت مش شايف البتاع ايه ده؟ كابتن عازم اهلا يا جماعه، بسرعه الكابتن هيمدي لي على الجبس. سلامتك افرادسك دول جيران حضرتك بعد ما شافوا الفاتوره، تقولش انا اللي بشغل لهم تكييفاتهم؟ هتقول لهم يا كابتن يجيبوا ال جي زيي. وانت جاي لي هنا عشان كده؟ انا جاي اشتري ال جي بالدول انفرتور. قال انا يا كابتن الدول انفرتور ده؟ اقول لك ايه الاسرع، تشتغل بايد واحده ولا بايديك الاثنين؟ الاثنين طبعا. هو ده الدول انفرتر، كومبريسور يشتغل اسرع ويبرد اسرع فيوفر في فاتوره الكهرباء، وبينقي الهواء بالبلازما ايونايزر. تكييفات ال جي بايدين اتنين، واي تكييف تاني بايد واحده. بالظبط. سوفونير بقى كابتن على الجبس. القلم يا مستعجل يا مغاوي، خليها في ايدك التانيه بقى يا كابتن. القلم يا جماعه ما قلنا هاتوا قلم. تكييفات ال جي بالدول انفرتر، تكنولوجيا توفر. It's time to ده الوقت اللي لازم تظهر فيه نقط قوتك. It's time to give back some love. ده وقت الاكل الصحي. ده وقت اللعب. ده وقت الرياضة. It's time to stay fit. It's time. Come on, kid. It's time to bring your inner child. It's time to stretch your limits. Run and clear your mind. ده الوقت عشان تفصل. It's time to create. To change. To connect. جه الوقت انك تطلع طاقتك. ان احنا نفكر بره الصندوق. جه الوقت اننا نتصرف. ده وقت الروح. اللي نخلي فيه بالنا على نفسنا. It's time. ورجعنا لكم تاني ونتكلم على ليفربول المرحله الجايه. ميدو اكيد تحديات كبيره جدا عند كلوب، خلاص يعني اخذ بطوله الدوري، الجمهور بقى عنده عشم فيه، تصنف ان هو في مجموعه الكبار دلوقتي. يا بص، دايما لما تيجي تبص في فرقه هتكمل ولا لا، لازم تبص اول حاجه لمعدل الاعمار. انا شايف ان معدل الاعمار بتاع ليفربول كويس، ما يعتبرش معدل اعمار عالي، وده شيء مطمئن جدا لجمهور ليفربول. يعني مثلا مانشستر يونايتد 99 لما حققوا الثلاثيه كانوا اوريدي فيها كابتن حازم 6 7 لعيبه وصلوا 32 و33 سنه، فكان بعد كده حصل لهم دروب لمده سنتين او ثلاثه. فكان عندك مثلا شيرينجهام، كان عندك كين، كان عندك لعيبه كتيره جدا، شمايكل لعيبه كتيره جدا، لوران بلانك، اللعيبه دي كلها ابتدت تنزل. انما دلوقتي انت لما تبص ليفربول بتتكلم في ماني كام سنه مثلا؟ 28 سنه. 28 سنه صلاح. صلاح 28، بتتكلم في المنيو نفس الكلام. هو اكبر واحد عنده مثلا. مين تاني؟ فان دايك صغير. يعني فرقه فيها اربع خمس سنين. ايوه بالظبط. لا بس لازم تدعم برضه يعني. أيوة. اولا ما تيب ولوفرن دول
وجوميز شفت ماتش اللي فات عامل ازاي؟ الثلاثة دول لازم يجيب حد جامد يعني، لو صرف فلوس كوليبالي ولا حد جامد هيقفل الحته دي كويس، لان المنطقه دي مشكله عنده بشكل كبير. لو فان دايك مش موجود جنب حد فيهم بتبقى بكارثه. فمعدل الاعمار مهم. انا بقول ان لازم زي ما كابتن حازم بيقول سنتر باك مع فان دايك، لازم لعيب رابع بنفس مستوى صلاح وماني وفيرمينيو يكون بيلعب في الحته دي، لان المشكله دلوقتي زي ماتش ايفرتون مثلا لما صلاح حصل له دروب الفرقه شكلها مختلف، اي واحد من الثلاثه مش موجود، فيرمينيو الماتش اللي فات ما بيلعبش، شكلهم مختلف، فمحتاج واحد رابع. هو حاول مع شاكيري، شاكيري لعيب مودي يعني، لعيب ساعات بيبقى كويس ساعات بيبقى وحش، لو ما لعبش ساعات كده لعيب يعني، مش اللي هو مش دايما في نفس المستوى. فلازم لعيب يتصرف. لو ليفربول جاب سنتر باك وجاب واحد في واحد بيلعب في الثلاثه اللي قدام جامد جامد هيبقوا انستوبابل. دايما ميدو عنده وجهه نظر ان اي مدير فني عنده مشروع، يعني كلوب عنده مشروع مع ليفربول، المشروع ده ممكن يقعد كام سنه، يعني ممكن السنه الجايه يبقى عنده طموحات، لان قبل كده برضو ميدو مره في حلقه قال ان لازم تيجي في وقت وترحل او تنقل خلاص، بتكون لعيب ولا مدرب. مدرب الوحيد اللي كسر الحته دي فيرجسون، يعني فيرجسون وارسن فينجر، بس ارسن فينجر عمل كده يقدر يعملها يعني. بس قعد والله بص حسب يعني اصل التجارب الشخصيه سيف بتختلف من بني ادم لاخر، ومضى 3 سنين ومن من يعني كل واحد حسب هو والبيئه اللي قاعد فيها والمكان واللي بيتعامل معاهم كاداره تنفيذيه. اداره نادي تمضي مدرب 3 سنين حتى لو بره دلوقتي ليه بقى؟ بحس ان انت حتى لو ليفربول برشلونه مثلا، انت دلوقتي مثلا ضغط الجمهور انت دلوقتي لما تيجي تنجح مع حد لما تنجح، ما انا هقول لك، ما هو مضى في الاول 4 سنين ولا 3 سنين 4 ما نجحش في اول سنتين ما كانش بينجح، هو قال في المؤتمر الصحفي بتاعه انا رابع سنه هعمل البريمير ليج. هو قال كده. فهل انت لما بتعمل بقى شراكه كده وتلاقي نفسك نجحت وتلاقي نفسك حققت، فانت كاداره تنفيذيه وكواحد فني بتجدده ده، شايف ان انت خلاص انت واثق في الاداره الفنيه، وهو كاداره فنيه واثق ان الناس دي بتنفذ له افكاره كحاجات تنفيذيه في الملعب، فبالتالي ايه اللي ممكن في ناس يقول لك انا عايز اروح تحدي جديد، في ناس يقول لك انا حلوه الحته دي ومبسوط فيها وبلد كويسه كوميونيتي كويس الجمهور جامد جدا الاتموسفير بتاع الملعب عالمي، فانا ايه اللي يخليها مش هي، ما اقدرش اقول لك ان هي حاجه واحده لازم الناس كلها تعملها، كل واحد حسب تجربته الشخصيه والتجربه الشخصيه دي اتعامل مع مين واللعيبه اللي حواليه مين، فممكن كلوب يبقى استثناء زي يبقى عامله زي اكس فيرجسون بعد كده، يبقى عامل زي ارسن فينجر يقعد بتاع 20 سنه. فهي يعني هو انا شايف واحد نجح في حته وعمل مكان ماشي بشكل كويس، المهم يكمل بنفس الشكل في التدعيمات، لان من اهم حاجه كلوب عملها يا سيف ان الفرقه دي اتعملت مش بفلوس كثيره صح، باسامي مغموره، ودي بقى ودي ميزه الفرق بين المدرب، في مدربين يا سيف اللعيبه هي اللي بتعملها، يعني اللعيبه هي اللي بتساعدك بشكل كبير جدا، او انت تجيب لعيبه جامده تبقى عندك فرقه كويسه، في فرق ان انت مدرب انت اللي بتعمل اللعيب، يعني انت اللي بتبين اللعيب ده، بقول الناس شايفه ميدو بس ما فيش حد شايف ان ميدو عنده كذا وكذا، فانا بجيب ميدو ده او يفيد في السيستم بتاعه، اروح مبينه ازاي احطه يعني روبرتسون ده ما موجود ونزل درجه ثانيه، حد تيجي مثلا تقول له حد تاني يقول لك يا عم ده نزل درجه ثانيه ما عندهمش فرقه، فاهم؟ هو جابه بس التوظيف برضه حازم مهم، ما هو باك ليفت وده باك ليفت بس ما هو لعيب باك ليفت، بس قصدي هو شاف في الباك ليفت ده الصغير ده اللي في هال سيتي اللي عادي يعني نادي ونزل درجه ثانيه نادي كان كويس هال سيتي جابه وحطه باك ليفت اساسي، مع ان كان في مورينو قبل كده قبليه كان بيلعب من اسبانيا تقريبا بس كان موجود يعني جاب فينالدوم من نيوكاسل ديفندر عادي جدا برضه ما فيش حاجه اكسبشن رهيب مش بيرقص مش بيشوط عادي يعني لعيب عادي بس بص بروزه ازاي وبقى بيحطه ازاي وبيدي له ادوار هجوميه وبيكمل في ال 18 ماتشات مهمه في الشامبيونز ليج بيكمل بيجيب جوان بيدنا يعني هو ده المدرب بقى اللي بيصنع اللعيب في مدربين محتاجين لعيبه كبيره على طول وفي مدرب شاطر اللي هو ياخد اللعيب الكويس ويبين ويعمل له شغل كويس ده كلوب ده اللي في اهم درس بالنسبه لي في موضوع ليفربول غير الكلام كله اللي بيقوله كابتن حازم هو موضوع صلاح كان لسه مكتوب ارتكل في الجارديان من فتره يعني ان كلوب ما كانش عايز صلاح حازم كان عايز واحد لعيب جناح تاني من فولسبورغ السكاوتنج تيم ودي اهميه السكاوتنج تيم ودرس في الاداره لكل الانديه السكاوتنج تيم راح للسبورت دايركتور قال له ان احنا شايفين ان صلاح هو الانسب ودي وكاتبين كده في الجارديان ان كلوب كان مصر
وكان مشكله كبيره جدا على ان هو عايز الراجل الالماني عشان هو اللي بيقطع من ظهر المدافعين بشكل جيد. انا فاكر القصه دي. لا وكمان يعني بص لما كنت الاداره تخيل الاداره مشت راي السكاوتنج تيم يعني ايه الاخر الموضوع الهيد, الهيد بتاع المنظومه مين؟ هو الفوتبول دايركتور اللي هو فوق كلوب وكل اقرا مش فوق كمنصب هو راس الهرم. في الاخر سمع راي الناس اللي شغاله في النادي بقالها سنين الناس اللي الضلع الثابت في النادي المدرب ده اي وقت بيمشي دول اللي شغالين بيقوموا بالاوبريشن نفسها فدرس درس كبير جدا. عارف انا بمناسبه سكاوتنج ليفربول عنده سكاوتنج في ايطاليا هو لايطاليا بس يعني عندهم واحد ثابت اصلا عارف الراجل ده كنت بلعب معاه كوره لما كنا بنعمل بحال الدوري الايطالي فكنت عارفه كان هو سكاوتنج بتاع ليفربول في ايطاليا هو شغلته انه بيعمل لهم بيروح الماتشات ويقول لهم مين انسب واحد في فهو انا فاكر بعد كده عرفت يعني لما انا اعرفه يعني هو اللي قال لهم مش عارفين صلاح قوي هو اللي قال لهم في جناح في روما صلاح طالع بشكل كويس وبيعمل عليه تقرير كل وبيعمل عليه تقرير بارقامه كمان وبيطلعه يعني هو ابتدى يلفت الانظار هو ما كانوش في الاول رايحين للسكه دي 42 بس كانت ساعتها اقوى واجد كان ساعتها لما جه يعني بس ولا حاجه بس انا قصدي ان السكاوت اللي هناك ده هو يعني زي ما بقول لك فكره ان انت يبقى عندك عين هو دي شو هو جايبين واحد عايش في ايطاليا هو انجليزي بس قاعد في ايطاليا مخصص الدوري الايطالي يقول لهم يقولوا له احنا عايزين وينج يقول لهم هو احسن وينج في الدوري الايطالي من وجهه نظر 1 2 3 هو ده الشغل اللي انت تعرف تجيب منه لعيبه تشتغل عليه كويس. شرفتونا ونورتونا. تمروا باي حاجه؟ لا ربنا يخرب حاجه؟ لا مش سياحه بقى حاجه ها؟ ناكل. شفت كابتن حازم من اللون اللي اخده؟ تعبت في صرف يعني هو الراجل والله صرف بس قال كلمه وسكت لا انا بقول لك شفت اللون صرف عليك يا سيف والله اللون ده ها صرف عليك بس كتير. انا عاجبني اللوك الجديد ما بقاش يصبغ لا لا بس شعره كده احسن ما بيطول خالص بحاول اظبط من نفسي يعني جود لك عالمي شكينا سيف شرفتنا ونورتنا تعلب ربنا يخليك ها مش تاني الحلقه انهي انت كده انهي بقى دينا حته تيست كده وراكم الاسبوع طب والله ما بهزر ان هي انت يلا بقى يا عم ان هي انت تغيير ايه المشكله انت راجل داخل انا هي ازاي كده مش في وسط الاستوديو لا اهو كاميرتك هنا شوف الاسبوع الجاي على خير الدوري الانجليزي لكره القدم الكروادي فن ولعب كبير السنه اللي قال دي مدرسه اوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الاستاذ تحليل خطير مش اي كلام مع ميدو سيف وحازم امام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز اوف فانتسي